حديثا اشتهرت قوي كنافة إتوال بالفور سيزون. هنعملها هنا مع بعض بأبسط الطرق وأبسط المكونات، وهنعملها بأربع أشكال، وكمان هقولك وصفات تاني ليها تقدري تغيري فيها زي ما بتحبي أو زي ما بيحب أهل بيتك. بس قبل ما نبتدي الفيديو، أنا نهى عثمان، ياريت تضغطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل جديد بوصفاتي. استخدمت كيلو إلا ربع من الكنافة، جبتها وجمدتها كويس في الفريزر لمدة ساعتين او علشان تبقى كتلة واحدة اقدر افرولها كده بايدي زي الحركة اللي انا بعملها، او لو مستعجلة عليها تقدري وانتي جايباها على طول تاخديها على الكبة تديها ضربتين كويسين كده في الكبة، هتصبح معاكوا برضو بنفس الشكل اللي باين اللي قدامكم بالظبط كده. بس انا استخدمتها بايدي او فرولتها كده بايدي، واي كتل بلاقيها برضو بفرولها كده بايدي لغاية ما كلها بقيت بالمنظر اللي حضراتكم شايفين. استخدمت للكيلو الا ربع حوالي 3 ارباع كوباية من السكر البودر وثلاث ارباع كوبايه من السمنه، يعني لكل كيلو من الكنافه هياخد كوبايه من السكر البودر وكوبايه من السمنه. هنا انا مستخدمه كيلو الا ربع، يبقى هستخدم ثلاث ارباع كوبايه من السكر البودر، هقلبهم كده كويس جدا مع بعض علشان اتاكد ان الكنافه اختلطت بالسكر البودر، وده بيديها لون اثناء التحمير كويس جدا. واستخدمت هنا كوبايه الا ربع برضو من السمنه، تقلقوش هنقلب السمنه كويس جدا مع بعض، هتحسوا ان فيها تكتلات تجمعات كده، السمنه بقت في حته متجمعه في حته وفي حته تاني ملهاش سمنه، كلها هتنزل على النار كلها هتتقلب في قلب بعضيها وبجد هتدوب ما تقلقوش. قدامك طريقتين لتحميرها، واللي انا برجحهالك يعني في غنى عن البهدله، لان الكنافه بتبهدل جدا سواء بوتاجاز سواء ارض سواء رخامه، ان انت تجيبي الكميه بتاعتك دي وتحطيها في صينيه وتدخليها الفرن وكل 5 دقائق تقلبيها وتبقى احمرت معاكي في منتهى السهوله. لكن انا اخترت الطريق الصعب، او بمعنى اصح ان انا كده كده كنت واقفه في المطبخ فكانت ايدي فيها على طول، حطيتها على نار هاديه جدا 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 بالتقليب المستمر، لان هي لو ما قلبتهاش باستمرار على نار هاديه بتتلسع على طول، ولو اتلسعت واتحرقت يعني صعب جدا نخرج الحاجات اللي لونها اتغير. فيفضل لو تعمليها لاول مره تدخليها الفرن وتقلبيها. هنيجي نعمل بقى الكريمه بتاعتنا. هحتاج كوبايه ونص من الكريم الشانتيه على نص كوبايه من السكر البودر. الكريم شانتيه بتاعي خام مفهوش سكر، هحط عليه نص كوبايه من السكر البودر وثلاث معالق، وده اختياري، ثلاث معالق من الباستري كريم. تمام، في مضرب الطعام او مضرب يدوي عادي، مضرب كهرباء مفيش مشكله، هنزل بالكريم شانتيه عليه السكر البودر والباستري كريم اختياري مش اجباري. تمام، هخلطهم كويس كده جدا مع بعض. هنا القوام بتاعي مش عايزاه خفيف ولا تقيل، لان كده كده يعني مش هزين بيه، فيعني لو خفيف مفيش مشكله عادي، يعني القوام ده كويس ممكن نديله ضربه كمان هيتقل. اختياري، وده انا بفضله جدا جدا جدا، ان انا بحط معلقتين او ثلاثه من الجبنه الكريمي سواء مربعات او سواء اللي هي بتبقى كاسات، بحط 3 معالق كبار من الجبنة الكريمي، بتديها طعم فوق الروعة، بيبقى فيها سنة صور كده، بتبقى طعم حكاية جدا جدا. وبديها كده بخلطها كويس جدا مع بعض، وهوريكو دلوقتي القوام اللي أنا أقصده. شايفين؟ لا خفيف ولا تقيل، أنا عايز القوام ده. جبت الكوبايات اللي قدامكو دي، تقدروا تستخدموا اي كوبايات انتوا حابينها، بس انا بحب الكوبايات الشفافة، بحب اشوف الطبقات فيها بتبقى شكلها كده مريح للاعصاب. استخدمتها، طبعا الكمية ترجع لكم انتوا. نزلت بكل كوباية معلقتين صغيرين من الكنافة، بس عملت زي ما يكون طبقة سميكة، يعني مش عايزاها زي طبقة بسيطة كده زي التشيز كيك، لا طبقة متشافة ابقى شايفاها. ودي الكريمة بتاعتي، نزلتها في كيس الحلواني، وهحط طبقة من الكنافة بعد كده طبقة من الكريمة. الكنافة انا هنا محبباها ان هي تبقى مقرمشة،
في ناس ممكن تحط لها معلقتين من الشربات او معلقتين من العسل الابيض كنوع من التسكير، بس صدقوني هنا كانت خفيفة جدا جدا جدا، ودي حلاوتها ان هي هادية من غير اي تسكير ومن غير اي عقد. طبعا نزلت بكمية الكنافة، طبقة من الكريمة، طبقة من الكنافة تاني، وطبقة من، ونخلي بالنا الطبقة الأخيرة من الكريمة نسويها بمعلقة كده علشان خاطر أنزل عليها بالنكهات اللي أنا حباها. دي قدامكم زبدة اللوتس، سيحتها لمدة دقيقة على مرتين في المايكرويف، نزلت كده في كل كيس او كل كوبايه بمعلقتين كده، وههز الكوبايه كده يديني بس او اتاكد ان هي اتوزعت على باقي السطح. تقدري بقى طبعا تستخدمي النوتيلا، تستخدمي مانجا تقطعيها قطع، تستخدمي الاوريو مفيش مشكله، تستخدمي عندك صوص من التوت او الكريز مفيش مشكله، صوص شوكولاته لوحده مفيش مشكله، كلها دي نكهات تقدري تستخدميها. صوص الفراولة مفيش مشكلة، أي حاجة عندك. اديت فوق زبدة اللوتس اديتها شوية من بودر بسكوت اللوتس. هنا كان عندي النوتيلا سيحتها برضو في المايكرويف لمدة 30 ثانية وأطلعها وأقلبها، ولو احتاجت تاني بدخلها. اديت للكوباية دي معلقتين برضو من النوتيلا السايحة، وبرضو بهز الكوباية كده بتأكد ان السطح اتغطى. هنا اللي برشه دلوقتي ده بسكوت اوريو، دقدقته كده بالمدق بتاع المطبخ ووزعته كده على سطح الكوباية. تقدروا تحطوا طبقة من النوتيلا الاول وتحطوا فوقيها من طبقة من الاوريو، بتدي طعم روعة روعة روعة. صدقوني الطبق ده او الكوباية دي بتاكلوها ما بتحسوش ان انتوا اكلتوا حاجة حلوة، من كتر ما هي مش مسكرة ما فيهاش عقد كده كتيرة. بس طبعا اديت برضو شوية تاني من قطع المانجا وزينتها بالافكار اللي انتوا شايفينها. اكيد الوصفة عجبتكم، متبخلوش عليا باللايك، واشوفكم في وصفة جديدة قريب بإذن الله.